ورمضان انا ما تخلصتش، وفعلا قسما بالله لما لقيت من لكون في رمضان، والله ما لقيت ما نصرف انا وبناتي، اقسم بالله ربي جادل. معايا المسؤوليه كبروا بلا وقت، يعني تخيل معايا الدريه الصغيره كاع اللي عندها 13 عام ما كنقدرش نبكي قدامها، كتجي تقول لي ماما راه الجوع ما كيقتلش. لقيت اقبال وقدرت نتوفق ودرت مستوى، اللهم لك الحمد، ومازال كنطمح انني ندير اكبر مستوى. دخلتي تخدمي وليتي شافة ياك؟ ايه صحيح، وليت قائدة فريق. كاع الرجال تيكونوا زوينين كيديهم الله دغيا، ما عرفتش علاش الراجل باش يكون زوين وظريف ما عرفتش. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا القصة ديال ابتسام اللي كان العنوان ديالها ابتسام من الفقر إلى الملايين. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع ما يهمنا أكثر هو تحفيز عدد كبير من النساء المغربيات. نعلم جيدا أنه ظروف الحياة ليست بالأمر الهين، وكل امرأة عندها قصة، وكل امرأة عندها معاناة، وكل امرأة تتحمل ما لم تتحمله الجبال. اليوم معي القصة ديال هند. هند شابة طموحة، شأنها شأن أي مغربية، تزوجات وهي عندها 16 سنة، عندها 3 الوليدات. القصة ديالها تتلائم أو تتشابه أو على جد مقربة من القصة ديال ابتسام. مشاهدي الكرام، هند توفي لها الزوج في حادثة سير في 2017، كانت هي وياه في السيارة، هي حفظها الله وتوفى. مشاهدينا الكرام، دارت بها الدنيا، تبعوا معايا. هند غتعودي معايا القصة ديالك، انت تزوجتي من عندك 16 سنة، تفضلي. السلام عليكم. انا سميتي هند، عندي 43 سنة، ارملة وام لثلاثة البنيات. تزوجت عندي 16 عام، يعني بنت من المدرسة للزواج، انا اللي بغيت نتزوج. الزوج ديالي الله يرحمه كان فيه الأخ، الأب، الصديق، العائلة، بحال تربيت على يده. يعني عشنا واحد القصة اللي هي زوينة بزاف، قصة حب وقصة كان في عائلتي كلها. فاجأتني الحياة، يعني من بعد 21 سنة ديال الزواج، ديال الحياة والسعادة، كنت بحال الطفلة المدللة بالنسبة للزوج ديالي. أنا بحال بنت، بحال شي أب مع بنته الكبيرة، اللي بغات فين بغات تمشي، يعني كنت مدللة بزاف. داكشي اللي معشوش وانا درية في دارنا عشتو مع راجلي، كنعرف غير بحال ديك السيدة اللي كدير عاد ديرها الشوبينغ، كتاكل تشرب تعوم، عندي الخدمة في الدار، عايشة حياة زوينة ومرتاحة، ما عنديش مشاكل مع راجلي نهائيا، عندي البنيات زوينين، عندي خدمة في داري. حتى فجأة لقيت راسي في عالم آخر، حياة أخرى. كنت كنلبس غير لي مارك، كنعرف نشري الحوايج وناكل ونشرب، ما كنعرف لا باكي السكر شحال كدير، ولا اتاي شحال كيدير، ولا نتقدى، ولا نخرج، ولا شنو هي المسؤوليه، حتى شي حاجه. ما كنعرفش المسؤوليه ديال الموضوع، ولا خصني هادي، ولا ما كنعرفش هادشي نهائيا. انا كنعرف نعيش بخير وصافي. حتى النهار الحادث اللي هزيت فيه المسؤوليه كامله، هذاك الحادث غير حياتي. ربما كانت شي حاجه من عند الله سبحانه وتعالى، انني كان خصني نعيش حياه اخرى او نتعلم شي حوايج ما كنتش غنتعلمهم لو كان كنت عايشه، غنبقى عايشه في الرفاهيه. ملي توفى الزوج ديالي تقلبت بيا السفينه، يعني كاع داكشي اللي عشته زوين عشت العكس ديالو تماما. ملي واخا غتعاودي ليا هذه القصه ديال الحادثه، الحادثه درتيها انت وياه، انت بين الموت والحياة. دابا عندك مشكل، عندك عين واحدة والعين الثانية العين مشات لك، عاودي الحديثة. درت كسيدة، ملي درنا كسيدة انا فقت، لقيت راسي في كوما، يعني مغيبة ما عارفاش، لقيت راسي وجهي كله مدقدق، كله مقطع، كله يعني كل خيوط وجهي كله مخيط، كله منفوخ، ني في مهرس. الطبيب كيقول بأن وجهي ما غاديش يرجع لحالته الطبيعية لأنه كله فخاكتيوغ. ملي فقت لقيت الزوج ديالي تدفن،
يعني صافي اللي عطى الله عطا بقاو ليا البنات. انا عندي غير البنات، ما عنديش الولد. فغير داك الشويه اللي عندي، يعني حتى ديك السياره، ويعني هذاك الشويه اللي عندي كتعرف ما عنديش الولد، يعني ما بحال ما عندي والو، كلشي كيبان ليه الوارث، شنو اللي بقى الكسيده، خصها هي ياخذوا منها. فعشت معاناه كبيره، وانا ما كنعرفش لهاد الصراعات، وما عنديش ليها الطاقه، وما عنديش اللي في كتافي اللي غيوقف مورايا وغياخذ ليا حقي. فحاولت انني ناخذ حقي بيدي، ولكن بطريقتي، هي انني خويت البلاد، خليت داري، بعتها بجوج دريال، داري داري مصلوحه مجهزه بالفايونس بالقبس من داكشي بفراش، خليت كلشي، هزيت بناتي وبعت داري، جيت رهنت في كازا وخليت كلشي مورايا، نعست في الارض، فراش ما عنديش، ما لقيتش ما ناكل، بنت الفشوش، كبرت في الفشوش، وراجلي فششني، ما عندي حتى شي خدمه، واخا قريت قراني بالفلوس الله يرحمه، قريت شويه بالفلوس، ولكن الحياه صعيبه بزاف، مرة بوحدها كتحقر، صعيب الحال. ما خليت ما خدمت، يعني بحكم انني عندي عين وحده ما كنقدرش نقابل، نبقى نشوف في البيسي بزاف. خدمت كاتبه، خدمت يعني بزاف الخدمات اللي خدمت، ملي ما توفقتش لقيت راسي انني صعيب نتعامل مع الناس، وصعيب صعيب نكمل، وصحتي على قدي مهرسه من كتفي. خدمت في الديور، خدمت في القهاوي، واخا هادشي ماشي مستواي، ولكن على بناتي، عندي ثلاثه البنات، خصني ما نمدش يدي، وانا الطريقه اللي كابره بها صعيب انني نقول شي حد عطيني، مولفاش نقول شي حد عطيني من غير راجلي. ما كنرضاش، بعض المرات كنت كنبقى بالجوع، جا رمضان واحد المره بقيت بالجوع انا وبناتي، قسما بالله الا بقيت بالجوع ما عندناش باش نفطروا، ما عندناش، كناكلوا الخبز حرفي، ما كنلبس وكنخرج عادي بحالي بحال الناس، ما كان عمري قلت لشي حد عطيني وراه ما عنديش ولا عندي البنات ولا هذا. كنمشي كنطلب على خدمه، كنقول لي ما عافاكم خدموني، راه عندي لي تمر خصني نخدم. شحال من واحد كيقول لي نتعاون معاك، كنقول لي بلا بغيت نخدم، انا ما بغيتش الصدقه، بغى الخدمه، انا خصني نخدم بشرف وبكرامه. يعني ما خليت حتى شي خدمه حلال، الحمد لله بشرف، خدمت بشرف، ما خليت ما درت على قبل بناتي. الحادثه من سنه وقعت؟ وقعت في 2017. 2017 يعني 2017 لحد الساعه، غادي نقول لك غير هذا العام الاخر اللي بديت فيه التجاره الالكترونيه، اللي الحمد لله والشكر لله. يعني من 2017 قبل هذا العام راه اختك عشت العذاب الاليم، العذاب الاليم، لاني مسؤوليه وماشي سهله، ماشي اي مسؤوليه، حيت كاين فرق بين المسؤوليه، كاينه اللي كتهز المسؤوليه ولكن كيبانوا ليها بزاف ديال الطرق اللي ساهلين، ولكن ملي كتكون واحد الشخصيه كتكون مولف، المراه كتكون مولفه سلطانه في دارها، اميره، هي اللي كتحكم، ما كتقدرش شي حد، ما كتبغيش اللي يتحكم فيها. البنيته شحال عندهم العام؟ عندي البنيته الكبيره 24 سنه، والثانيه 19 سنه، والثالثه 13 عام. تغيرت الحياة لما هو أسوأ من 2017، الله عز وجل يمهل ولا يهمل. دخلتي المجال آخر، اللقاء ديالك بابتسام، القصة ديالكم كتشابه، حسات بيك، حسيتي بها، دابا الآن الحمد لله الوضع ديالك ممتاز في العمل، في الشركة اللي كتشتغل في اللي ديالها هي، كيفاش تغيرت الأمور ما هو أحسن؟ أنا غادي نقول لك أنني قبل ما نعرف الشركة ديال مدام ابتسام كنت خدامة في شركة أخرى، لكن مع الاسف عطيت في ديك الشركه، ولكن الشركه ما كانتش في المستوى، يعني كانوا فيها بزاف المشاكل، فتحطمت، ما نكذبش عليك، تحطمت نفسانيا، لانني لقيت راسي غنعاود من الزيرو، وما قادرش اني نخرج نخدم برا، العالم الخارجي كيخلعني، ما نكذبش عليك، انا ماشي ديال التكرفيس، وتكرفست بزاف، ما يعني اش غنقول لك، وليت ملي ما توفقتش يعني في الخدمه ديال في هذيك الشركه، وقعوا بزاف المشاكل، ولقيت راسي بحال تحطمت بزاف، كنقول عاوتاني غنخرج نقلب على خدمه على برا، شنو غادي ندير؟ هذيك المده اللي وقفت فيها ما غنتخلصش، واخا خدمت ما غنتخلصش، شنو غندير عاوتاني؟ واش غنرجع عاوتاني نخدم في القهوه، ولا غنمشي نخدم عند الناس، ولا شنو غادي ندير؟ منين غنبدا؟ تحطمت بالمره، يعني عا كنبكي. لقيت واحد الفيديو في الفيسبوك ديال مدام خديجة، كنلقي لها تحية كبيرة من هنا صراحة، سيدة ما يعني اللي قلته في حقها قليل.
لقيتها كتضرب واحد الحرقه بحال انا اللي كنهضر في هذاك الفيديو. هي كتهضر انا كنبكي قسما بالله ربي شاهد. ورمضان ورمضان انا ما تخلصتش، وفعلا قسما بالله الا ما لقيت من لاكل في رمضان، والله ما لقيت ما نصرف انا وبناتي، اقسم بالله ربي شاهد عليا. دوزت رمضان في اصعب الظروف، وبناتي كبروا وهزوا معايا مسكن الدق، هزوا معايا المسؤوليه، كبروا بلا وقت. يعني تخيل معايا دريه صغيره كاع اللي عندها 13 عام ما كنقدرش نبكي قدامها، كتجي تقول لي ماما راه الجوع ما كيقتلش، ما تخافيش نشربوا الماء ناكل، نشربوا اتاي وخبز وغادي حنا معاك. دابا تولي قائده ان شاء الله في شي شركه اخرى. دوزت رمضان صعيب كنبكي، لقيت خديجه ما نكذبش عليك دخلت عندها بلا ما قلت لها السلام اختي كي دايره لاباس، قالت لي مرحبا والف مرحبا. قلت لها اختي هاد الشركه شنو ديالهاش؟ قالت لي هذه شركه فيرونا. قلت لها شنو فيها لي برودوي اللي فيها اشنو؟ حيت انا كنحكر على الشركه لاني خدمت في شركه قبل، ما غنقدرش نعطي فيهم، خاصني شي حاجه اللي نقدر نعطي فيها ولا هضرت عليها عرفت علاش هضرت، خاصني الجوده. قالت لي شركه فيرونا مواد صيدليه كوسميتيك بيو علامه زائد، بزاف بقات كتشرح لي على الشركه. يعني قلت لها اختي بغيت نخدم معاك وعاونيني. وبديت كنبكي. قالت لي انت راك محطبه بمره، مالك شنو عندك شنو واقع؟ قلت لها انا اختي راه قصه كبيره اللي جيت نعاودها لك ما غنساليش، غير دابا انا راني محطمه، عافاك الا ما خليني نخدم معاك، وريني كيفاش نخدم معاك. ودخلت عندها يعني بطريقه اخرى، لانني كنت باقا عندي مشاكل اخرى وما باغاش نخسر الحوايج اللي كانوا عندي، يعني باقا ما مزقياش راسي. ف قالت لي شوفي باغا تخدمي؟ قلت لها اه. قالت لي انا معاك، انا راه كنموت على الناس اللي كيخدموا، باغا تخدمي انا معاك. هنا قصه مؤثره والله العظيم، انا حاس بيك وتا المغاربه حاسين بيك. هنا بدا اللقاء ديالك بها هي ومراه، وصلتي عند ابتسام. اللقاء ديالك ابتسام كيفاش؟ اللقاء ديالي بمدام ابتسام كان واحد ليفينمون كانت في مدينه الرباط، وملي سمعتها دوات معنا مدام خديجه في الجروب وهذا، قالت لنا الناس اللي في الرباط والناس اللي في قنيطره واللي بغاو يجيو يحضروا لهذا الايفينمون هذا. انا في كازا، قلت لها مدام خديجه انا نجي. قالت لي بصح انت في كازا؟ قلت لها نجي واخا في كازا نجيك الخدمه. قالت لي قلت لها انا راه باغا نعرف لي برودوي، باغا نتعرف على لي برودوي باش نعرف حتى انا نوصل الكليان والناس، الا خدمت خصني نكون انا متمكنه حيت انا دابا جديده في الشركه. قالت لي مرحبا مزيان الا جيتي برافو عليك. المهم وصلتي عند ابتسام. وي وصلتي. عاودي لي اللقاء ديالك ابتسام. اللقاء ديالي بمدام ابتسام اش غنقول لك؟ مدام ابتسام دابا هي زائد المسؤوليه اللي عندها ديال ولادها وديال حتى هي توفى ليها الزوج وخلى ليها الوليدات، ولات عندها مسؤوليه ديالنا حنا. يعني راه ماشي سهله باش انها توفر لواحد العدد كبير ديال النساء، فيهم المطلقه، فيهم الارمله، فيهم اللي ما عندهاش، فيهم اللي خدامه على والديها، فيهم اللي بزاف ديال العيالات، بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال القصص. راه ما كايناش غير القصه ديالها، راه كاينين قصص بكثير. هي راه هزه هاد المسؤوليه كامله، راه بحالها هي الام ديال سبعه ديال الدراري ولا ثمانيه ديال الدراري، كتكبرهم كاملين وهما كلهم صغار خصهم يكبروا. راه بحال هكاك مدام ابتسام. مدام ابتسام دابا هي كتوفر لنا السلعه، موفر كتقاتل باش تخلينا لي برودوي، ما عندنا خصاص، عندنا رابور زوين، الرابور ديالنا يوميا كنعرفوا شنو دخلنا للشركه، شنو درنا، النقاط ديالنا، يعني ما عندنا حتى شي مشكل في الشركه خصنا حنا نخدموا. هنا بديتي انت العمل ديالك بالعلاقات بالناس، لقيتي فضل كبير مع النساء. واخا كيفاش كتشوفي الوضع المالي ديالك دابا؟ الحمد لله انا يلاه باديه، ولكن الحمد لله واخا يلاه باديه لقيت اقبال وقدرت نتوفق ودرت مستوى، اللهم لك الحمد. ومازال كنطمح انني ندير اكبر مستوى، وحتى الناس اللي عندي في الفريق ديالي الحمد لله عزيز عليهم، كيحترموني وكيبغوني، وهذا هو حيت خدمتنا حنا راه معامله اصلا. دابا انت دخلتي تخدمي وليتي شافه ياك؟ ايه صحيح. وليت قائده فريق، قائدة فريق بحال مدام ابتسام. المسؤولية اللي عندها أنا كتختلف عليا، أنا هي كتحضرني أنا والفريق الآخر والآخر، أنا كنحضر الفريق ديالي، ليكيب ديالي، العيالات اللي كيدخلوا عندي وكيتيقوا فيا، حتى أنا كنعاونهم، حتى أنا كندير مجهود معاهم كما كدير مجهودها مدام ابتسام معنا حنا. راه كل قائدة فينا هي كدير مجهودها مع بناتها، وكنحاول أنا كنقول العيالات كيف ما قلت لهم البارح، دخلوا عندي من واحد البوست درته في الفيسبوك وشافوا الفيديو ديالي ودخلوا قالوا لي من خلال هضرتك بغينا هاد الخدمه واخا ما عرفناش شنو هي. كنقول لهم العيالات اللي جالسين في الدار، ربات البيوت، راه كيف ما كان وضعك
راه التجاره الالكترونيه، راه الخدمه من الدار ممكن تكوني سيده اعمال، راه ممكن ديري سالير، راه ممكن تنقدي راسك من الفقر والقهر والدل. الدل اشنا ما كنهضرش على ان نقول لك انت مدلوله، حاشا. الدل ديال قله الشي، الدل ديال تمدي يديك، الدل ديال تسني راجلك ما عندوش. راه كاين اللي راجلها على قد الحال يعني مزيان معاها وكل شيء، ولكن ما عندوش مسكين. هي باغا تمشي عند دارهم، باغا حتى هي تفرح امها، باغا حتى هي تدخل عند خوتها وتعطي لخوها وتعطي لاختها وتعطي تفرح الكبير والصغير. هاد الخدمه ديالنا راه ممكن، راه ممكن تحقق بها بزاف النجاحات. راه انا ما نكذبش عليك، هاد الخدمه هادي لقيت فيها شخصيتي، لقيت فيها راحتي، حيت اش غنقول لك، ما كنقدرش على التسلط، ولا شي حد يظلمني، ولا شي حد يغوت عليا، ولا يسيطر عليا. بحال كنت انا كنتعامل مع الناس برفق. يعني هذه الخدمه فيها الراحه النفسيه والماديه، حريه ماليه وحريه نفسيه. مديره في دارك، المراه كتشقى في دارها، انا كنكون خدامه بتليفوني، خدامه من الكوزينه، تليفوني ديما عامر عجينه وعامر من الكوزينه. يعني من الكوزينه حققنا نجاحات. الله يوفقك يا ربي. قصة مؤثرة وكلامك راه كيضرب في القلب. مشاهدينا الكرام، قبل ما ندوز عند ابتسام باش نشوف كيفاش شافت هذه القصة ديال هند، لأنه شيئا ما كما قلت في السابق تتلائم بشكل كبير مع القصة ديالها. ما يهمني أكثر في جو الموضوع هو ما دورنا هو إيصال مثل هذه الرسائل إلى من يهمهم الأمر، وهو في الموضوع تحفيز عدد كبير من النساء لهم طاقة ولكن يبحثون عن الكيفية. فاش هذه المرأة قادرة أنه تصنع القرار لنفسها بالحلال بما يرضي الله. ابتسام، القصة تتلائم، كتألم. أنا أطرت عليا، وتبارك الله كلامك يضرب في القلب. قصة، كيفاش شتي هاد الأمور؟ أنا الأخت هند أول ما تلاقيت معها تلاقيت بها في الرباط، وهي طلعت كتعاون القصة ديالها بهذه الطريقة، خلات أقسم بالله العيالات كاملين خلاتهم تيبكيو. يعني صعيب، ومن الحوايج اللي أنايا ما بقيتش قادرة نطلع شي انترفيو كنبكي، لأن لي زانترفيو كلهم كان كيكون معايا فيهم، ولا لي زانفيرمون كيكون معايا فيهم راجلي، فما ماقدرش يعني كتشوف انت كتقول فين غتنعس. هي كما قالت انا عندي ولادي يتامى وعندي منها العداد، وحتى الاخت خديجه الباغان ديالها التي مسؤوله على الجولاد، راه قصاص تما، ماشي قصاص تما، راه حكايات ديال 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 القائدات اللي انت ما تقدرش شنو هي ناقصه عليا، باش ناقصه عليا هي حتى هي راجلها ميت، ثلاثة البنات وما كاين حتى شي حاجه. يعني فين غتنعس نتايا، فين غتزيد تنعس، فين خاصك تنوض تخدم. يعني انايا فاش دخلت عندي، انا كنقول لك داك النهار كل شيء بقى كيبكي معاها، انا ما قدرتش ديك الساعه نهضر. يعني ما كنقول باز، انا شفت قصتي اقسم بالله، شفتها احسن منها اوموا، ولكن لقيت راسي في الاخر عطاتني حتى هي واحد الطاقه انني خاصني هذاك الجرح ديالي وهذاك البكاء ديالي وهذاك الحزن ديالي على الزوج ديالي. سبحان الله، انا نقولها لك خليها. شفت واحد الانترفيو وضحكت في الانترفيو ديالنا حنا، فين كان واحد الكومونتير، كاع الرجال اللي تيكونوا زوينين كيديهم الله دغيا، ما عرفتش علاش. الراجل ملي تيكون زوين وظريف ما عرفتش، وملي كيكون قبيح بحال هكا. لقيت بزاف ديال العائلات كاتب من هذا الكومونتير وضحكت، وفعلا الراجل تيكون زوين وكيعطيك كل شيء، ما عرفتش الحمد لله كيخلي له واحد الصوره زوينه وكيزيد. انا ملي سمعتها ما قدرتش نكذبش عليك، والقصه ديال السيده اللي معاه، وراه قصاص كاينين تمايا، راه قصاص عندنا والله. العائلات اللي نجيب لك العائلات اللي معانا ما غاديش تقدر حتى تستحمل. راه كاينين الناس اللي جاو كتقول لك بغيت غير 500 درهم، بغيت غير ندخل ولدي ليكول. فهذا كنقول لك علاش انا اول مره طلعت شكرتهم. اول حاجه فاش انا طحت مات لي راجلي، لقيتهم هما مازال كيدخلوا في الناس، هما كيخدموا، نخدموا نعاونوا مدام ابتسام. يعني رجعوا لي هذاك البلوس ديالي، رجعوا لي. ومن بعد لقيت راسي كنلقى هاد المعاناه مع هاد المعاناه مع هاد المعاناه، هذيك المعاناه ديالنا حنا رجعناها طاقه، رجعناها قوه. كما قلت لك قبل اخ يوسف، راه انا ممكن نعطيك انطلاقه، ممكن انا نطلع في واحد الفيديو الناس يعاونوني بهذوك الفلوس اللي غيعاونوني الناس. خاصني ندير واحد المشروع صغير، وخا ندير طابله ديال مسمن باش نكمل. انا ما يمكنش تبقى حتى ما يدك، حتى هذاك مسكين اللي كيعطيك ربما ما عندوش،
فهمتي حنا في هذه الخدمه هذه الحمد لله غادي نعطيو انطلاقه لاي واحد. وكنشكر الاخت خديجه اللي معاها راه انطلقت معنا في شهر 8 شهر 8 دخلت لفيرونا حتى هي جات بواحد التذمر والحمد لله في شهر 8 طلعت قائده يعني باش دخلت قائده وجابت معها حتى هي الناس اللي نفس الشحنه ديالها. وحنا غاديين واحد الرساله اللي غاديين حنايا كنقولوا بها رحمه الوالدين وكما كنقولوا كنحاولوا هذيك معنا ترجال معنا حتى رجال ما عندناش النساء عندنا حنا درنا على المراه ولكن معنا بزاف ديال الرجال حتى هما معنا اللي تيخدموا معنا في هذا المجال. مي حنا اكدنا على المراه حيت المراه اكثر هي بحال هكا ملي ما كتكونش عندها واحد النيفو كبير فكتضطر تخدم في واحد الحوايج اللي ما كتكونش مرتاحه عندها وليدات خاصها تبقى حدا دارها خاصها هذه. فهاد الخدمه هذه خليناها بحال هكا. انا شوف انا كنقولها بالنسبه لي انا ارتحيت لقيت المجال ديالي هنا لقيت خوتاتي في نفس الدومين ديالي. حنا الناس هما مجوجين ولكن عايشين مزيان ولكن كتلقى عندهم فراغ ولا عندهم ماشي بالضروره عندهم احتياجات. حتى اللي عندها فراغ مرحبا بها. الله يوفقك يا ربي كلام واضح اختي. الله يوفقك في المجال ديالك وانا جد سعيد الطريقه باش تكلمتي وكذلك الطموح ديال قوي في الحياه. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا وكما أشرت في السابق ما يهمنا هو تحفيز النساء وكذلك الرجال في هذا المجال من أجل تطوير أهداف ديالو في الحياة. مشاهدينا الكرام هذا نموذج لعدد كبير من النساء لهم طموح إلا أن الأسباب والمسببات والطريقة اللي غينطلقوا بها هو كيبقى موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام هذا نموذج واقعي تناولناه في السابق مع ابتسام اللي توفى لها الزوج وعطاها مسؤوليه كبيره رغم انه المجال ديالها قراتو واشتغلت فيه في مجال اخر اختارت طريقه اخرى اللي هي تخدم في امور تتعلق شيئا ما بمواد خاصه بالنساء. الهدف الاسمى والارقى عندها في الموضوع هو العمل الجماعي وكيبارك فيه رب العالمين. مشاهدينا الكرام خدينا القصة الآن ديال هند. ما يهمنا أن نوضع هذه الرسالة إلى من يهمهم الأمر. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.